هنا بقى التحدي الثالث. فوجينكس قالت تجيب اخر كابتن محمود عبد الحكيم، زي ما انتوا شايفين شاشه مدوره جوال صغيره، الجول ينور المفروض الكابتن يشوط فيه. ما نشوف بقى قمه تركيزه. التحدي الحقيقي للانفراد بلقب الحاوي. الله ينور الجوال عكيف. مفيش مس، مفيش حاجه بتضيع. تحدي كمان من سكر بوت، هم قالوا لنا ان اللعبه دي لو من الاخر الالوان جت ورا بعض بتحسب له بوينت، هم قالوا لنا كده، يعني بيلعبوا على الحس الفني للعيب من الاخر. والكابتن شكله ذوقه عالي، بيفتح تناسق الالوان اهو، احمر ورا احمر، ازرق ورا ازرق، اه ده بيفتكر الوان بتروجيت وبينشن. الله ينور. التحدي الاخير مع الكابتن، يطلع له لون ينشن على لون الليزر في الحيطه. اول لون اوت معانا مش مشكله، هو الازرق ده بتاع التشاؤم. اللون التاني الله ينور، خليك في الابيض. الاحمر كان عايز يمدر الاهلي زمان، او هو منشيل نادي الاهلي اصلا. مش مشكله،